لماذا لم يستطع العلماء تصنيع لقاح لمرض الإيدز لغاية الآن؟ أولاً، ما هو اللقاح؟ اللقاح هو مستحضر يعطى للشخص لتكوين مناعة في جسمه ضد مرض معين، ويتكون من جراثيم المرض الذي تم قتلها أو إضعافها، وعند دخولها الجسم فإنها تحفز جهاز المناعة على تكوين أجسام مضادة لمرض معين وذاكرة مناعية، بحيث يتذكر جهاز المناعة الميكروب الممرض فيقوم بمهاجمته والقضاء عليه فورا عندما يدخل الجسم في المرة اللاحقة. لكن لماذا يشكل فيروس الإيدز تحديا لمطوري اللقاحات؟ أولا، تغير وتقلب في أنواع فيروس نقص المناعة البشرية. فيروس نقص المناعة البشرية يتحور بشكل متكرر، مما يجعل من الصعب الوصول إلى لقاح له، لأنه يغير شكله وتركيبه باستمرار. بالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من الأنواع الفرعية لفيروس نقص المناعة البشرية، كل منها متميز وراثيا، ومن المحتمل أن يستمر ظهور أنواع فرعية إضافية، وهذا يمثل تحديا آخر، لأن اللقاح الذي يحمي من نوع فرعي قد لا يوفر الحماية ضد الأنواع الأخرى، وذلك وفقا لموقع The History of Vaccines. نقص المناعة الطبيعية لفيروس الإيدز. فيروس الإيدز يختلف عن فيروسات أمراض أخرى مثل الحصبة وجدري الماء، فعلى عكسها لا أحد يتعافى بشكل طبيعي من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية. بالمقابل، إذا أصيب شخص ما بالحصبة ونجا، فعادة ما تكون الاستجابة المناعية للعدوى كافية لمنع الإصابة بالحصبة في المستقبل، ويمكن للباحثين استخدام هذه المناعة المشتقة بشكل طبيعي نموذجا لمستوى الحماية التي يجب أن يوفرها اللقاح الناجح. بدون نموذج للمناعة الطبيعية، لا يمكن الباحثون ولا يملكون طريقة لتحديد الاستجابة المناعية التي قد تكون فعالة ضد فيروس نقص المناعة البشرية، وبالتالي فإن تطوير لقاح فيروس نقص المناعة البشرية أكثر صعوبة. ثالث صعوبة في التوصل إلى لقاح لفيروس الإيدز هو الافتقار إلى نموذج حيواني يتنبأ بشكل موثوق بفاعلية اللقاح في البشر. تعد النماذج الحيوانية أداة مهمة في فهم المسار الأساسي للعدوى واستجابة الجهاز المناعي في معظم الأمراض، وكذلك في أبحاث اللقاحات، ومع ذلك لا يوجد نموذج حيواني غير بشري موثوق به لعدوى فيروس نقص المناعة البشرية واستجابة جهاز المناعة. لم تسفر اختبارات لقاح فيروس نقص المناعة البشرية على الحيوانات عن تنبؤات دقيقة عن كيفية عمل اللقاحات في البشر. وحاليا يواصل الباحثون إجراء تجارب لاختبار اللقاحات ضد فيروس نقص المناعة الفردي SAV، وهو فيروس القردة المرتبط بفيروس نقص المناعة البشرية، وذلك على أمل استخدام أساليب مماثلة ضد فيروس نقص المناعة البشرية. وبالرغم من ذلك، فإن في نهاية 2019 كان هناك نحو 38 مليون شخص متعايش مع الفيروس نتيجة للجهود الدولية المتضافرة التي بذلت استجابة للفيروس. شهدت تغطية الخدمات زيادة مضطردة، ففي 2009 كان 68 من البالغين و53 من الأطفال المتعايشين مع الفيروس في العالم يتلقون العلاج المضاد للفيروسات القهقرية المستمر طوال الحياة. وفي نهاية 2019 كان 25.5 مليون شخص يحصلون على العلاج المضاد للفيروسات القهقرية. في الفترة بين سنتي 2000 و2019 تراجعت حالات عدوى الفيروس الجديد بنسبة 39%، وتراجعت الوفيات الناجمة عنه بنسبة 51%، وتسنى إنقاذ 15.5 مليون من الأرواح بفضل العلاج المضاد للفيروسات القهقرية. وجاء هذا الإنجاز نتيجة للجهود الكبيرة المبذولة في إطار البرنامج الوطني لمكافحة الفيروس بدعم من المجتمع المدني وشركاء التنمية الدوليين. يعيش أكثر من ثلثي الأشخاص المتعايشون مع فيروس كورون الإيدز عفوا في الإقليم الإفريقي التابع للمنظمة، ولا يوجد علاج لعدوى الفيروس. ومع ذلك، فإن الأدوية الفعالة المضادة للفيروسات القهقرية لا يمكنها السيطرة على الفيروس والمساعدة على منع انتقاله إلى أشخاص آخرين.